والله شو بدي اقول لك، ما نعرفهم يعني، شعور صعب. والعالم كلياته هون، نحن بالوار عشنا يعني، ما لنا اهل كنا نكون، اصدقاء كلياتنا، رفقاتنا، كل مين صار بديري، وكل واحد راح لمكان. يعني هاي الاصعب شيء، انه ما كلياتنا خلص نروح منطقه واحده ونشوف بعضنا، كل مين راح لجهه. شعور صعب والله. الله يفرجها. حاب احكي الله يرجعنا بيوتنا بخير وسلامه، ويفرجها ويحببنا ببعض، هاي اهم شيء، ما بقول لك غير هيك. شو حاسس؟ مثل ما العالم طالعه عم تبكي مقهوره، هذا اللي حاسس فيه يا اخي. الله يفرج علينا. خمس سنين صبرنا، قصف، ضرب، بعيدين عن اهلنا، بعيدين عن اصدقائنا، عن العالم كله، قاعدين بمنطقه سجن، بس سجن كبير، عم ننتظر النصر، عم ننتظر الساعه يلي يسقط فيها بشار الاسد، يلي ينشال هذا النظام المجرم. بعد خمس سنين نطلع، والله صعبي، ما في اي وصف ينقال، ولا اي وصف ينحكى.